من التقنيات الحديثة إلى الاكتشافات العظيمة، نغادر اليوم في رحلة إلى المستقبل. هذه الرحلة هي فرصتنا للتعرف على الابتكارات التي تمت أو ستتم على أيدي رجال أو نساء قرروا المضي قدماً برغبة مشتركة لإحداث ثورة في مجتمعاتنا، حيث عملوا جميعاً على ابتكارات ستكون لها تبعات حقيقية على حياتنا اليومية بفضل أفكارهم وعزمهم. يبدو مستقبلنا هذا أكثر إشراقاً وذكاءً واستدامة. الماء مورد حيوي لا غنى عنه لبقاء البشرية، مع ذلك فإنه يشح وبتزايد، أصبحت إدارته مبعث قلق أساسياً في جميع أنحاء العالم. النمو السكاني والتلوث وطرق استهلاكنا المتغيرة، هناك العديد من الأسباب وراء نقص مياه الشرب الذي تعاني منه دول عدة. كيف يمكننا محاربة الجفاف؟ كيف يمكننا إدارة احتياجاتنا المائية أفضل والبدء باستهلاك الماء بمسؤولية؟ كيف نحافظ على هذه المادة الخام الثمينة؟ سيرجيو ريكو هو مزارع وكيميائي، وجد طريقة لجعل الماء صلباً من أجل إنقاذ الزراعة العالمية، بينما فيليب أواكي دي جيورنو هو مرشد مائي يزرع النباتات بكمية قليلة جداً من الماء. جيسون سيلفراجن يعرض علينا رشاشه اللامحدود والذي يحد من الإفراط في الاستهلاك. وهناك أيضاً أرتورو فيتوري مهندس نافورة، يلتقط برجها المبتكر الرطوبة في الهواء حتى يتمكن السكان المعزولون من الوصول إلى الماء. أخيراً مايكل بريتشارد معبئ المياه المستقبلي الذي كلف نفسه بتحويل المياه القذرة إلى مياه شرب آمنة. كل هؤلاء الأشخاص يعملون لتعزيز البحث من خلال إيجاد حلول مستدامة لإدارة المياه في جميع أنحاء العالم. إنهم صناع الغد. أتعلم أنه عند ري المساحات الخضراء أو المحاصيل، فإن 80-96% من المياه المستخدمة تتدفق إلى التربة دون أن تمتصها النباتات؟ لهذا يستخدم المزارعون هذه الكميات الهائلة من المياه عند ري حقولهم. لكن في العديد من البلدان، لا يملك المزارعون الوسائل لشراء أنظمة الري القوية هذه. لمحاربة الجفاف الذي يؤثر الآن في ربع الإنتاج الغذائي العالمي، يستخدم بعض المزارعين حلاً جديداً، منتجاً فائق الامتصاص مصنوعاً باستخدام علوم البتروكيميائيات على شكل حبيبات، ما يساعد في الاحتفاظ بالمياه في جذور النباتات. هذا هو السبب وراء تسمية هذا المنتج المبتكر باسم الحافظ المائي. أول شخص فكر في تطبيق مزايا الحافظات المائية في الزراعة كان سيرجيو ريكو. هذا الكيميائي المكسيكي الذي تأثر بالصعوبات التي يعاني منها المزارعون بسبب الجفاف، أتى بفكرة استخدام مادة فائقة الامتصاص استخدمت في الحفاضات منذ السبعينيات. لكن بما أن المادة المستخدمة في الحفاضات تحتوي على بولي أكريلات الصوديوم، والصوديوم بدوره ضار بالنباتات، قرر سيرجيو ريكو استخدام بولي أكريلات البوتاسيوم بدلاً منه، لأن البوتاسيوم يعزز نمو النبات خاصة عند استخدامه بكثرة. في مكتبه في المكسيك يوضح سيرجيو ريكو قوى الامتصاص الفائقة لمنتجه والذي يسميه الماء الصلب. يمكننا أن نرى كيف أن هذه المياه صلبة، وبمجرد ترطيبها تبقى في يديك من دون أن تتسرب من بين أصابعك، وبالطريقة نفسها ستحتفظ بالمياه عند جذور النبات. يوضح ريكو هذه التجربة باستخدام خزانين مملوئين بالتربة، أحدهما يحتوي على الحافظ المائي ولا يحويه الآخر. في كل مرة تقوم فيها بملء الخزان الذي لا يحوي الحافظ المائي، نرى أن الماء يتصرف وتظل التربة جافة. في هذا الخزان الذي يحتوي على بعض منه، لا يوجد هدر من التسرب ولا تبخر في الماء، وبالتالي فإننا نوفر نحو 80-90% من استهلاك المياه. إذن كيف يكون هذا ممكناً؟ عند تلامسها مع الماء ترتبط جزيئات بولي أكريلات البوتاسيوم، والممثلة هنا باللون الأصفر، بعضها مع بعض لتشكل نوعاً من الغشاء الجزيئي، طبقات غير نفوذة من الأكريلات تحبس الماء بداخلها.
اعتماداً على توقعات هطول الأمطار، يتم سكب الحافظ المائي في حفرة، إما منقوعاً في الماء أو في شكله الأساسي كمسحوق. تمكن هذه الخزانات المصغرة النبات من امتصاص الماء عندما يحتاج إليه. سابقاً كان محصولي من الذرة الصفراء 5 أطنان للهكتار في العام الماضي، وباستخدام هذه التقنية الرائعة حصدت 21 طناً من الذرة لكل هكتار. بالنسبة إلى سيرجيو ريكو، هذا المنتج خال من المخاطر. على الرغم من اختبار فاعلية هذا المنتج فائق الامتصاص، لم يتم إجراء دراسات محددة حول تأثيره السام المحتمل على تربتنا. بالنسبة إلى العلماء ومن دون الكثير من العلم السابق حول هذا، فمن الصعب تسليط الضوء على هذه النقطة. لمعرفة المزيد، زرنا مارك ميكل خبيراً في الهندسة الزراعية في وزارة البحث العلمي، ويدرس نمو جذور النباتات منذ 35 عاماً. أدى عمله إلى اختبارات على أنواع مختلفة من الحافظات المائية، لذا ماذا لديه ليقول؟ بوليمرات البولي أكريلات هي جزيئات مصنعة صناعياً قابلة للتحلل، وتحلل حيوياً بنسبة 100%. لا توجد مكونات ضارة مثل الكلور، الذي يمكن أن يبقى كناتج ثانوي ويشكل مركبات الكلور العضوية أو غيرها، أو يبعث غازات سامة في الغلاف الجوي. لذلك فإن هذه المواد تتحلل بشكل طبيعي. في البداية وفي المنشورات التي رأيناها في هذا المجال من العلوم، لم يسجل ظهور جزيئات في تربة المحاصيل التي تسبب مشكلة. لكن أحد المزارعين الفرنسيين اتخذ خطوة إلى الأمام، ابتكر منتجاً أكثر فاعلية يحتوي على 5% فقط من بولي أكريلات البوتاسيوم. جئنا إلى جنوب فرنسا، إلى قرية أوز الصغيرة في مقاطعة جيرز. هنا يعيش فيليب أواكي دي جيورنو، مخترع المنتج المسمى بوليتر. هذه الحبيبات الرائعة لا تحتفظ بالمياه في جذور النبات فقط، لكنها توفر جميع العناصر الغذائية التي تساعد النبات على النمو. للمرة الأولى، وافق فيليب على الكشف عن المكونات الثلاثة في منتجه. أولاً وقبل كل شيء، فإنه يحتوي على السليلوز، أو بتعبير آخر ألياف نباتية، كما يحتوي على سماد عضوي ممزوج ب 5% من مسحوق بولي أكريلات البوتاسيوم. خلال فترة الحياة الافتراضية للبوليتر والمقدرة وسطياً ب5 سنوات، سيرتبط النبات به كاملاً، حيث ستتشابك الجذور تلقائياً حول المنتج المنقوع بالأسمدة وتسحبه أكثر إلى عمق التربة. تلتصق الجذور بنفسها، وكما ترى فقد بدأ النبات يرتبط بالبوليتر. بتعبير بسيط، إنه يعمل بمثابة بئر ومخزن لكل نبات، والأكثر من ذلك إنه مخزن مؤن مع ثلاجة مدمجة. ما يميز البوليتر هو أنه يخفض درجة حرارة التربة، وبذلك لا يعاني النبات من أي ضغط، وهذا يعني نمواً أمثل، سواء كان ذلك نمو الخضروات أم نمو الفاكهة أم نمو الزهور. بدأ توّاً اختبار واسع النطاق على أنواع المحاصيل الرئيسية في مزرعة البستنة هذه ديبليدينياس. جرامان من بوليتر لكل لتر، ولكل صف يحتوي على 20,000 وعاء. بعد 4 أشهر أجروا أول دراسة مقارنة. لدينا هنا مجموعة بيضاء اللون مع بوليتر. مع البوليتر. وهذه المجموعة من دون بوليتر. بالنسبة إلى نبات الديبلادينيا مع البوليتر، فبعد 1.5 شهر من النمو يمكنك أن ترى تطوراً جذرياً أكبر بكثير. يمكنك أن ترى أن الجذور نمت حول القدر وأسفله، وانتشرت بشكل جيد، وهذا هام جداً لاستمرارية تطور النبات. والمثير للاهتمام أن هذا النبات تمت زراعته بقليل من الماء. الطبقات السفلية جافة عملياً. الآن لنلقي نظرة على النباتات التي لم يستخدم معها البوليتر. إنه أقل بكثير. سترى أن التطور أقل وانتشار الجذور مختلف. هناك المزيد على السطح هنا، بينما لا يكاد يلاحظ هنا أي تطور جذري. أما هنا انتشرت الشعيرات الجذرية بالتساوي. الهدف الرئيسي للخبير الزراعي تطوير منتج يعزز نمو النبات في التربة القاحلة أو السامة، حيث توقف الغطاء النباتي عن النمو.
إنه لأمر رائع العمل على تقنية يمكنها تغيير حياة الملايين، وهذا الجزء الأهم بالنسبة إلي وأكثر ما يذهلني، وهذا لأن النبات يجب أن يكون حقاً حجر الأساس في التنمية، خصوصاً في إفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا الجنوبية، لأن هذه المناطق تواجه الكثير من المشكلات المتعلقة بتغير المناخ حالياً، ويمكن للبوليتر أن يؤثر في البيانات وأن يدحض قول أولئك الذين في المناطق القاحلة واستخدام كميات أقل من المياه، لكن هذه التطورات تهم أيضاً بلداناً متقدمة كالولايات المتحدة، ذلك لأن قطاع الزراعة في أقوى دولة في العالم يعاني من الجفاف. الأراضي الشبيهة بالصحراء والأنهار والقنوات والخزانات كلها شبه خالية من الماء. منذ سنوات عدة اجتاح الجفاف ولاية كاليفورنيا. قبل 10 سنوات كان جيري براون حاكم ولاية كاليفورنيا لا يزال يسير في الجبال الثلجية في سيارا نيفادا، المصدر الوحيد للمياه في الولاية. في هذا الوقت من العام تختلف المناظر الطبيعية، لقد ذاب الثلج. نواجه حالة جفاف تاريخية، وهذا يتطلب اتخاذ إجراء غير مسبوق، ولهذا أصدر أمرا تنفيذيا يفرض ترشيدا كبيرا للمياه في جميع أنحاء ولايتنا. بصفتنا أهل كاليفورنيا علينا أن نتعاون معاً ونوفر المياه بكل السبل. الضحايا الرئيسيون هم المزارعون، إنهم يحصلون على الغالبية العظمى من المياه لأنهم ينتجون 60% من الفاكهة والخضروات في البلاد. تمتد الحقول عبر الوادي الأوسط وتغطي مساحة تعادل 5 مساحة ألمانيا. نظراً إلى عدم وجود مياه في جبال سيارا نيفادا لملء قنواتهم، يتعين على المزارعين شراؤها من الولايات الواقعة في أقصى الشمال مثل أوريغون، ثم يتم إرسال هذا المورد النفيس جنوباً عبر شبكة القنوات الأكثر كثافة في العالم. يمتلك جوديل بوسكي 800 هكتار من البطيخ والهليون والطماطم واللوز والفستق. على طول هذه القناة سبق أن عرض للرئيس السابق باراك أوباما تبعات الجفاف على أرضه. يأتي هذا من تلك القناة الكبيرة، وهذا يوزع المياه على الحقول وعلى المزارعين. هذا الماء الذي اشتريناه العام الماضي باهظ التكلفة، لم يعد بمقدورنا زراعة بعض المحاصيل بعد الآن، لأننا لا نستطيع دفع هذا المال مقابل المياه لريها. جوديل بوسكي ليس مزارعاً عادياً، إنه يستخدم أكثر الأنظمة المبتكرة المتاحة لري حقوله، مثل نظام الري الصغير هذا. هذه الفتحة هنا عبارة عن نظام تنقيط. هنا في الداخل هذا الشيء الذي هنا هو جهاز بالغ الدقة يقيس الماء الذي يخرج إلى الحفرة. بمقدورنا توفير بعض المياه، لأنه إن نفد الماء كما يحصل منذ 30 عاماً، فإن مجرد دفق المياه على أسطح التربة يوفر على الأرجح 25 أو 30% من المياه. لكن قلة من المزارعين فقط تستخدم مثل هذا النظام لأنه باهظ الثمن، و70% من المحاصيل لا تتكيف مع هذا النوع من الري، فيواصل معظم المزارعين ري محاصيلهم بكميات كبيرة من المياه. يمتص النبات 1/3 هذه المياه ويرشح الباقي إلى التربة. نتيجة لذلك تهدر المنطقة كل عام 1.1 مليار لتر من المياه. إذن كيف ننقذ مياه الري المهدورة؟ هذا هو السؤال الذي يحاول بروس مارلو إيجاد إجابة له على متن طائرته. إنها جافة جداً، يمكنك أن ترى هنا أنهم يحرثون الحقول ويبدو كأنها عاصفة ترابية. المهندس النووي السابق والمتقاعد يستثمر في شركات تقدمية،
الفكرة هي إعادة استخدام المياه وزراعة المحاصيل والاستمرار في إعادة استخدامها وتدويرها في عملية مستدامة، لذا لا يهم إن كان هناك جفاف، سيكون هناك دوماً الكثير من المياه لري المحاصيل في الوادي الأوسط. إنه يبحث في مساحة مملوكة للدولة بمساحة 6000 هكتار تم تحويلها إلى مختبر لدراسة استخدام المياه في الزراعة. أهلاً بك. تسرني رؤيتك. وأنا أيضاً. تعمل بيتي ليندمان في ولاية كاليفورنيا، إنها المسؤولة عن هذا المختبر الضخم. فلنذهب ونفحص النباتات، هيا تفضلي. في أحد هذه الحقول أنشأت نظاماً جديداً لجمع أي مياه زائدة لم تمتصها النباتات. في الواقع نحن نستنبت محصولاً جديداً، لذا نستخدم المياه العذبة من القناة. هذه مياه عذبة نظيفة، إذن الماء الذي سيمر من دون أن تلتقطه الجذور يتسرب إلى هذا الأنبوب، وفي طريقه نحو الأسفل يلتقط أي عنصر طبيعي نظيف مثل السيلينيوم والملح والبورون وغيره. السيلينيوم والملح والبورون، هذه المواد التي تجعل المياه غير صالحة للاستعمال إن وجدت بكميات مفرطة. لنحصل على عينة ونرى كيف تبدو الأمور، أتحملين الغطاء؟ نظام بيتي ليندمان يجعل من الممكن جمع المياه المهدورة، لكن لا تزال هناك مشكلة إعادة إدخالها إلى الدائرة واستخدامها لري المحاصيل بها. وهنا يأتي دور ابتكار بروس مارلو. في وسط الصحراء يقوم بتجربة حل مستقبلي مع شريكه في العمل أرون ماندل. بدأنا بهذا النظام التجريبي لإثبات أنه يمكننا إنشاء نظام تحلية يستخدم الطاقة المستدامة والذي يستفيد من طاقة الشمس لاستخراج المياه العذبة من المياه المالحة. جنوا ثمرة تعبهم، فباستخدام هذه الطريقة يمكنهم إنتاج 265,000 لتر من المياه العذبة يومياً. تأتي الحرارة من مجموعة الألواح الشمسية، نجلب الحرارة إلى هذه الوحدة التي تسمى مضخة امتصاص الحرارة، فتحول الحرارة التي نولدها من الشمس إلى بخار لتشغيل عملية التقطير. كيف يعمل؟ يتضمن تقطير الماء المالح جعل الماء يتبخر عن طريق الاستفادة من حرارة أشعة الشمس. جزيئات الماء هي التي تخرج تاركة وراءها ترسبات الأملاح الذائبة وأي مواد أخرى محتجزة داخل الماء، فيتكاثف بخار الماء عندما يصطدم بالأنبوب الداخلي البارد ويتحول إلى سائل ثانية وينتج مياهاً خالية من الملح. مرحباً جو، كيف حالك؟ بخير، كيف حالك؟ من الجيد رؤيتك. جو ديل بوسكي، مزارعنا الذي يعاني من قلة المياه، هو أحد المستثمرين. إنه يؤمن بإعادة التدوير. محاربة الجفاف ليست بالأمر السهل، وأمامنا طريق طويل للتغلب على نقص المياه هذا، لكن من الهم ألا نهدر المياه التي لدينا. ما هي الإجراءات اليومية التي يمكن اتخاذها للحفاظ على هذا العنصر الطبيعي؟ في سان فرانسيسكو يقدم أعضاء المجالس مثل سوزان تندسفيلد النصح للسكان حول توفير المياه. مرحبا، اسمي سو تندسفيلد. حسنا، يبدو أن في المطبخ يوجد صنبور حديث. يمكننا بالفعل اختبار مستوى الكفاءة بنوع من أكياس الماء القديمة. حسناً. ما أحتاج إلى فعله هو وضع هذا تحت الصنبور وتشغيله والعد حتى 5. هذا سيتيح لنا معرفة ما إذا كان لديك صنبور مشابه لنموذج ووتر سينس أو موفر للمياه. 1، 2، 3، 4، 5. كما ترون أنتم تحت خط مؤشر ووتر سينس، فأنتم إذن تقومون بعمل جيد. تستمر الزيارة في جميع أنحاء المنزل. هذا النوع من التفتيش له تأثير حقيقي على السلوكيات واستهلاك المياه داخل المدينة. منذ شهر أبريل وعملاً بالأوامر الصادرة من قبل الحاكم، خفضت سان فرانسيسكو استخدام المياه بنحو 14%، لذلك نحن نبلي بلاءً حسناً. أعتقد أن سكان سان فرانسيسكو يتمتعون بعقلية محبة للبيئة ويعرفون مدى قيمة مواردنا. أعتقد أن كل شخص لديه مسؤولية للقيام بذلك. إذا ذهبت إلى متنزه يوسيميتي الوطني ورأيت الخزانات، سترى أن الوضع مريع جداً، ويبدو أن الحل سهل جداً من خلال بعض الإصلاحات السريعة
التي يمكن اعتمادها كشراء صنبور ذي كفاءة مميزة على سبيل المثال. مع تغير المناخ ستستمر المناطق القاحلة في الاتساع حول العالم، وأيضاً سيكون هناك المزيد من الذين يحتاجون إلى المياه. الابتكار هو الحل، لكن يظل بلا قيمة إن لم نتصرف بمسؤولية. يجب أن نتعلم حفظ الموارد، فالأنهار الكبيرة تتشكل من تدفق ممرات مائية صغيرة. غالباً ما تسبب الرشاشات قدراً كبيراً من هدر المياه. في الواقع، فإننا نقضي بمعدل 8 دقائق في الحمام ونستخدم أكثر من 80 لتراً من الماء. قرر جيسون سيلفراجن المهندس البيئي ذو 29 عاماً اتخاذ إجراءات من أجل الكوكب. على مدى السنوات القليلة الماضية كان يعمل على نظام رشاش بيئي يعيد تدوير المياه في الوقت نفسه، حلقة الدش. إنه رشاش ماء على حلقة مصنوعة من مواد أساسية وغير مكلفة، ويمكن لأي شخص أن يصنعها، وبفضل اختراعه ربما سنتمكن قريباً من التصفير كما نشاء أثناء الاستحمام. أتينا إلى هلسنكي في فنلندا في صباح شتاء منعش. خلال الأشهر القليلة الماضية كان جيسون يعمل في حاضنة للشركات الناشئة قرب العاصمة. نظراً إلى أن مكتبه غير مهيئ للألعاب المائية ونماذجه الأولية ليست ضد الماء تماماً، فقام باختبارها كإجراء احترازي في نهاية الممر بجوار دورات المياه، وها هم اليوم قد وجدوا تسريباً. يمكنك أن تشعر بخروج الهواء. إذن ما هي الفكرة وراء رشاش الماء البيئي هذا؟ حسناً، يخرج الماء من رأس الرشاش ويذهب إلى فتحة تصريف المياه ويمر عبر المضخة، وتضخ المضخة المياه إلى الأعلى من خلال نظام الترشيح هنا، ثم تعود إلى رأس الرشاش، فيمكنك أن تظل مستمتعاً بالاستحمام للوقت الذي تريده. ليست فكرة سيئة، تتم إعادة تدوير اللترات القليلة الأولى من الماء المستخدمة في بداية الاستحمام. رشاش الماء العادي يستخدم 10 لترات من الماء في الدقيقة، وهذا النظام يستخدم فقط 10 لترات من الماء ككل. على اعتبار أننا نقضي 8 دقائق في الحمام بالمتوسط، يمكن لحلقة رشاش الماء أن توفر أكثر من 30,000 لتر من الماء لكل شخص سنوياً، بالإضافة إلى الطاقة المستخدمة لتسخينها. لكن عندما لا تعمل، يجب فكها. حسناً، علينا إصلاحه. تبلل سروالي. هذه فرصة لجيسون ليوضح لنا كيفية بناء المرشحات بمواد أساسية أحضرها من متاجر أدوات الصناعة اليدوية. أحضر أنبوباً بلاستيكياً وقام بتغطيته بقرص مبطن بغشاء نسيجي وهو خاص بالحدائق، ثم أضاف رشة من الملح. أوه، ماذا أفعل؟ هذا كثير. لكن ليس كثيراً. الغرض من الرمال هو إزالة الجزيئات الكبيرة أو خلايا الجلد أو البقايا أو الأوساخ، هذا سبب في أنك تستحم لتغسل الأوساخ. ثم غطاها بطبقة من الكربون المنشط. ثقوب صغيرة في كل حبة من الكربون المنشط، وهناك ثقوب صغيرة جداً وهي صغيرة لدرجة أن الجزيئات والمواد الكيماوية والأشياء ستعلق بداخلها. وأخيراً قام بصب الماء من خلال مصباح الأشعة فوق البنفسجية. يبدو مكسوراً. بعد أن يعمل، ستملك محطة معالجة مياه مصغرة. مصباح الأشعة فوق البنفسجية يعقم البكتيريا، وبعد ذلك يصبح الماء آمناً للشرب. أجرى جيسون اختبارات على جودة المياه التي تمر عبر هذه المرشحات. إنها ذات جودة أعلى من المعايير الفنلندية. رائع! لكن كيف ستحقق فعالية حلقة الرشاش المصنوعة منزلياً؟ جيسون يفكر في حلول بديلة. ما نقوم به الآن مع نيشان هو أن نستطيع اختبار جودة المياه في المنزل باستخدام جهازك الخاص، ويمكنك أن تختبر الماء وأن تتأكد فقط. لكن كيف خطرت فكرة رشاش الماء اللانهائي هذه على بال جيسون؟ هذا أمر كنت أفكر فيه كثيراً عندما كنت أصغر سناً، في 10 أو 12 من العمر تقريباً،
أعتقد أن كل شخص يمكنه أن يتذكر مرة استحم فيها وغسل جسده وشعره ثم بقي تحت الماء للاستمتاع به فقط. لذلك فكرت، لماذا لا يوجد هناك مضخة تحت فتحة الصرف لتدوير الماء؟ يظن جيسون أن رشاش الماء سيستخدم من قبل أفراد ومدن بكاملها ومن قبل المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات اللاجئين أو مدن الصفيح. بفضله ربما سنتمكن من إعادة تدوير مياهنا الثمينة في المستقبل. قد نتمكن من استخدام التكنولوجيا للتحكم في استهلاكنا للمياه، وفي وجه الاحتياجات المتزايدة، هل سنتمكن من توفير المياه للجميع حتى في المناطق المنكوبة بالجفاف؟ غطسة في النهر ستكون موضع ترحيب، يمكنك أن ترش المياه الصافية والشفافة بسعادة، لكن المظاهر قد تكون خادعة. تخفي بعض المسطحات المائية في بيئتنا شكلاً من أشكال التلوث غير المرئي بالعين المجردة، مساحيق غسيل، أدوية، مبيدات. كل هذه المنتجات قد تحتوي على مواد سامة بتركيزات ضعيفة للغاية يشار إليها باسم الملوثات الدقيقة. في أوروبا يمكن العثور على آثار لها في معظم الجداول والأنهار والبحيرات، ووجودها يهدد بيئتنا وصحتنا. لحسن الحظ هناك حلول متوفرة، من يرقانات الفلوريسنت إلى تقنية الأوزون عبر حقل تم تحويله إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي الطبيعية بنسبة 100%. سنكتشف الابتكارات المستخدمة لمعالجة هذا التلوث غير المرئي. في منطقة باريس وعلى مسافة أميال قليلة من ضفاف نهر مارن يقع مختبر المياه. غوينيل لافيسون هي المسؤولة عن مراقبة جودة المياه. باستخدام هذه الرسوم البيانية يمكنها مراقبة كمية الملوثات في أنهارنا، مبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات واللدائن ومخلفات الأدوية تأتي بأشكال مختلفة وضحاياها الرئيسية هي الأسماك. أظهرت بعض الدراسات أن هناك تأثيراً مباشراً وتغيراً في الجنس ينشأ في بعض الأسماك بسبب هذه المركبات مباشرة. في الواقع إن بعض هذه الملوثات قادر على تغيير الأداء الطبيعي للهرمونات، هذه تسمى اضطرابات الغدد الصماء. لكن كيف يمكننا قياس درجة الضرر الذي تلحقه هذه الملوثات بأسماكنا وربما بالبشر أيضاً؟ بدأ أحد المختبرات باستخدام طريقة مذهلة للإجابة عن هذا السؤال. يرقانات الأسماك التي تتحول إلى الفلوريسنت المتوهج في وجود هذه الملوثات. غريغوري ليمكين عالم فيزيولوجي يستخدم هذه اليرقانات الفلورية كل يوم في مختبره لإثبات تأثير اضطرابات الغدد الصماء على الماء. واليوم يقارن اليرقانات التي تم غمسها في الماء عند مدخل محطة معالجة المياه ومخرجها. في الأعلى نرى يرقانات الأسماك تتوهج بقوة، والتي كانت معرضة عند مدخل المياه وتحتوي على الكثير من الملوثات. واليرقانات التي في الأسفل والمغموسة عند مخرج المياه تتوهج بشكل أقل سطوعاً، لأن محطة معالجة مياه الصرف قضت على جزء كبير من الملوثات الدقيقة التي لها تأثير على عمل يرقانات هذه الأسماك. بفضل هذه الاختبارات يمكن لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي اكتشاف ما إذا كانت المياه التي تصرفها ضارة بالحيوانات والنباتات أم لا. هذه اليرقانات التي يبلغ طولها تقريباً مليمترين تعمل كأنظمة إنذار ومؤشر على الخطر الذي تشكله هذه الملوثات تجاه الكائنات الحية، لكن لم يتم اختيار هذه اليرقانات عشوائياً. يمكنها الكشف عن أشياء أخرى بسبب آليات موجودة فيها مشابهة لتلك التي لدى البشر. من الهام أن نلاحظ أن الهرمونات الجنسية نفسها التي تتحكم في التكاثر عند الأسماك تتحكم في التكاثر عند البشر أيضاً. لذا بدأنا في طرح الأسئلة الآن. لن يشكك أحد في حقيقة أنه إذا كنا نرى ملوثات تؤثر في البيئة وفي تجمعات الأسماك كمثال، فإن جودة البيئة ستؤثر مباشرة على صحتنا أيضاً. لذلك يجب أن نحاول القضاء على هذه الملوثات الجديدة، ويجب أن تستمر محطات معالجة مياه الصرف في الابتكار.
نحن الآن في جنوب فرنسا، ليس بعيداً عن نيس. هنا منذ عام 2013 أنشئت محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي فريدة في نوعها. أولاً، تتدفق مياه الصرف عبر سلسلة من الشبكات التي تحجز كل النفايات الصلبة مثل المخلفات والبلاستيك ومخلفات الطعام. عقب ذلك يتم فصل الدهون والزيوت عن الماء. هنا يتجمع الرمل والحصى في قاع الخزان. وأخيراً تمت إضافة الكائنات الميكروبية. في هذه الخزانات تتغذى الكائنات الحية على الكربون والنيتروجين والفوسفور، وبالتالي تنقي مياهنا منها. لكن في محطات معالجة مياه الصرف الصحي التقليدية تتوقف عملية معالجة المياه هناك، فإن هذه المعالجة لم تعد كافية للتعامل مع زيادة الملوثات الجديدة، كما يوضح أستاذ الصحة البيئية في باريس إيف ليفي. في 50 عاماً الماضية اخترعنا جزيئات جديدة مقاومة للتحلل. الآن محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي لم تقضي على هذه الجزيئات ستتفكك بنسبة بين 0 إلى 100%. لقد أضافوا هنا مرحلة إضافية مصممة خصيصاً لإزالة الملوثات الدقيقة، وتسمى المعالجة بالأوزون. إنها الأولى من نوعها في فرنسا، لكن كيف تعمل؟ الأوزون هو غاز يتكون من 3 ذرات من الأكسجين. عندما يتلامس الغاز مع ملوث دقيق في الماء، فإنه قادر على تكسيره إلى عدة قطع. عند معالجة الماء يمر عبر مرشح يحتوي على البكتيريا، وهذه البكتيريا قادرة على تكسير معظم جزيئات الملوثات الدقيقة. ففي النهاية المياه التي تتدفق من محطة معالجة مياه الصرف الصحي تكون أقل سمية للنهر. صامويل مارتان، المسؤول عن معالجة مياه الصرف الصحي في مؤسسة سويز للبيئة، يفسر نتائج هذه المرحلة. هذا الحال مع مبيد دايرون، المبيد الحشري المستخدم في الزراعة، وبالكاد يمكن لمحطة معالجة مياه الصرف العادية القضاء عليه فقط 15% منه. مع العلاج بالأوزون سنزيل 70% تقريباً، فمثلاً السلفا ميثوكسازول مضاد حيوي ستقضي محطة معالجة مياه الصرف العادية عليه ب50% تقريباً، لكننا سنتخلص منه نهائياً بعد عملية الأوزون. لذلك تعمل المعالجة بالأوزون جيداً، لكنها ليست مثالية. البكتيريا غير قادرة على القضاء على الملوثات الدقيقة بالكامل. لكي يعمل الأوزون جيداً فإنه يتطلب الكثير من الطاقة، وبالتالي فإن تكلفة معالجة المياه العادمة تكون أكبر. وجد باحثون آخرون حلاً مفاجئاً، استخدام قوة الطبيعة. جئنا إلى هيرولد. أصبحت الطبيعة مصدراً للابتكار هنا. مستنقعات وبرك ونباتات وعائلة من البط. يصعب تصديق أن هذا هو الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه محطات معالجة المياه العادمة في المستقبل. 15,000 متر مربع من الأرض، ما يقرب من 7,000 نبتة، تعرف بمنطقة اليعسوب. إنها شبكة ضخمة للملوثات بنيت بجوار محطة معالجة مياه الصرف الصحي. إنها طبيعية تماماً وتستند إلى فكرة بسيطة وبارعة تقوم على جمع 35 نوعاً مختلفاً من النباتات التي لها خصائص إزالة التلوث في موقع واحد لجمع الملوثات الدقيقة. جيروم شوماشير، المهندس المسؤول عن دراسة هذا، سيتحدث إلينا عبر هذه القطعة من الطبيعة الغنية بالموارد. الفكرة هي استخدام الخصائص الطبيعية للنظام البيئي والتنوع البيولوجي لتقليل الملوثات الدقيقة. لذلك نستخدم الخصائص الحركية للماء لتغيير التدفق والسرعة، وبالتالي نهيئ أفضل الظروف للتخلص من الملوثات الدقيقة. عندما تغادر محطة معالجة مياه الصرف الصحي، تتدفق المياه عبر منحدر إلى عشرات الأقسام المختلفة قبل أن تتدفق إلى النهر. في كل قسم من هذه الأقسام تم اختيار النباتات بعناية بناءً على قدرتها على تنقية المياه، مثل الخيزران الشائع. ما يميز هذا النبات جذوره الكثيفة، تبدو مصيدة حقيقية للملوثات،
كمبيدات الأعشاب التي يمكنها اختراقها، كما تتربص بين جذورها البكتيريا القادرة على تكسير الملوثات العالقة داخل الخيزران. إنه تعاون طبيعي وفعال يمكن ملاحظته في النباتات الأخرى أيضاً. الزنابق المسماة القزحية الصفراء قادرة على حجز الملوثات من عائلة المعادن. البركة الأخيرة خالية تماماً من الحياة النباتية، لكن لا داعي للقلق لأن الشمس هنا هي التي تلعب دورها. الهدف من هذا القسم الأخير هو تمكين عملية التحلل الضوئي، فهو تحلل جزيئات معينة وخصوصاً الأدوية عن طريق الأشعة فوق البنفسجية. تقريباً تستغرق المياه أسبوعين لعبور هذا الامتداد البالغ طوله كيلومتراً واحداً قبل العودة إلى مجراها الطبيعي. إنها زيارة قصيرة عابرة تساعد في تحقيق نتائج جيدة. وفقاً لدراسات جيروم شوماشر، تساعد منطقة اليعسوب على التخلص من الملوثات بنسبة 40% أكثر من محطة معالجة مياه الصرف الصحي العادية، فبفضل قوة الطبيعة النتائج واعدة جداً. وعلى الرغم من أن الباحثين لا يعرفون حتى الآن ما الذي سيحدث للملوثات العالقة في هذه المنطقة، فقد لاحظوا أن العديد من الأنواع الجديدة من النباتات والحيوانات قد أتت للعيش هنا. أثبتت منطقة اليعسوب أنها طريقة فعالة لتدمير الملوثات وتشجيع التنوع البيولوجي، إذن تستطيع التنزه بسلام أيها البط الصغير. فيما يتعلق بالتحكم في مستويات التلوث في المياه والحفاظ على صحتنا، فإن البحث مفيد للغاية لحماية البشر والكوكب، لكن هناك قضايا رئيسية يجب التعامل معها بسرعة. نقص المياه، هل سيكون من الممكن في المستقبل توفير المياه الصالحة للشرب للسكان وجعلها متاحة في جميع أنحاء العالم؟ في أنحاء العالم، واحد من كل 10 أشخاص لا يحصل على مياه الشرب، ويموت مئات الآلاف من الناس كل عام بسبب الأمراض الناجمة عن شرب المياه غير الآمنة. للتعامل مع هذه المشكلة، اخترع المهندس المعماري الإيطالي أرتورو فيتوري برج واركا، الذي سمي تيمناً باسم شجرة إفريقية. البرج بارتفاع 10 أمتار، له شبكة ملفوفة حوله تقوم بجمع الرطوبة من السحب العابرة. نستطيع الطيران إلى الفضاء واستكشاف كواكب أخرى، لكننا غير قادرين حتى مع التكنولوجيا التي لدينا والمستوى العلمي الحالي على مساعدة هؤلاء الأشخاص. يقوم برج واركا بتزويد قرية إثيوبية بمياه الشرب، لكن هذه ليست فائدته الوحيدة، فهو يعزز العلاقات الاجتماعية. نشأ أرتورو في بومارزو، وهي قرية صغيرة تجثم على مسافة ساعة خارج روما، وهو المكان الذي صمم فيه برج واركا خاصته. لقد جمع فريقه بالكامل هنا اليوم. إنهم طلاب هندسة معمارية من جميع أنحاء الكوكب، خصوصاً من إثيوبيا، وسيساعدونه في تجميع آخر نموذج أولي له، فهو الأطول ويصل ارتفاعه إلى 11 متراً. لذلك يجب أن نكون حذرين الآن، لأن الرياح تزداد وستزداد سوءاً في الساعات المقبلة. لذلك علينا أن نتحلى بالحذر في الوقت نفسه، لأن ذلك قد يكون خطيراً. طريقة عمل البرج بسيطة، إنه يلتقط الرطوبة التي في الهواء خصوصاً في الضباب باستخدام شبكات البولي إيثيلين ذات الثقوب الدقيقة كتلك المستخدمة في الزراعة. الفكرة في حد ذاتها ليست جديدة، واستخدمت في مناطق مختلفة حول العالم وحققت نتائج رائعة، لكن كلها كانت هياكل مسطحة. كانت فكرة أرتورو هي إنشاء هيكل أسطواني من شأنه أن يلتقط الرطوبة في الهواء بأشكال مختلفة. إذن كيف يعمل؟ يحبس برج واركا قطرات صغيرة من الماء المحملة في الضباب، والتي تستقر على الشبكة أثناء مرورها خلالها، كما أنها تجعل من الممكن جمع قطرات المطر التي تسقط على الشبكة بغض النظر عن اتجاه هبوب الرياح. وأخيراً يجمع البرج أيضاً الرطوبة من الندى، والذي يتكون في أبرد وقت من الليل. تبرد جوانب قاعدة البرج، وعند حدوث التماس يتحول بخار الماء الموجود في الهواء إلى ماء سائل.
هذا ما يعرف ببساطة بالتكاثف. يتم جمع كل هذه الأشكال من الماء في النهاية في خزان كبير، وتنجز المهمة باستخدام الرطوبة في الهواء. يمكنك الحصول على الماء. لم يكن أرتورو فيتوري من المرشحين لإنشاء هذا المشروع. إنه مصمم شغوف بالطائرات ووحدات الفضاء. صدم بمشكلة المياه أثناء رحلته إلى إثيوبيا. قرر أن يحلم بمشروع يستخدم فيه مهاراته كمهندس معماري لجمع المياه، وفي الوقت نفسه تعزيز حياة المجتمع. استوحى إلهامه من رمز الثقافة الإثيوبية، شجرة الواركا، وهي شجرة مهيبة تعد جزءاً من حياة مجموعات معينة. يعتني المجتمع بالشجرة لأن الكثير من الأنشطة الاجتماعية تتم تحت هذه الشجرة. علاوة على ذلك، تنتج الشجرة الأكسجين كما تنتج الفاكهة، لذلك يتغذى الناس من هذه الشجرة ويعيشون تحتها. فإن الهدف من مشروع واركا هو القيام بدور هذه الشجرة. نريد إنشاء مركز ومكان يمكن للمجتمع أن يجتمع فيه. لذلك صمم أرتورو شبكات تتدلى حول البرج تشكل مساحة ظليلة تمكن السكان من التظلل فيها ولقاء بعضهم بعضاً. قرر اختبار أول جولة واركا له في قرية في منطقة دورزي في إثيوبيا. بمساعدة السكان المحليين تم تشييد برج بارتفاع 10 أمتار في العام 2015. أداني وكيدوس طالبان إثيوبيان في الهندسة المعمارية، داعمان للمشروع منذ أشهر، ولا يزالان يتذكران مشاهد الابتهاج التي أعقبت بناءه. كان الجميع موجودين، حتى الأطفال وكبار السن والشباب كانوا هناك ويحتفلون، وكان الجو جميلاً. قام كيدوس وأداني بزيارة دورزي كل شهر خلال العام الماضي، ويظنان أن البرج يوفر 100 لتر من الماء يومياً كالمتوقع. إنها هبة للسكان الذين كانوا يضطرون للمشي مدة ساعة على الأقل للوصول إلى أقرب مصدر للمياه. في منزل واحد في المجتمع الريفي الإثيوبي سيكون هناك ما يزيد عن 4 إلى 5 أشخاص في المتوسط، لذلك فإن 25 لتراً كافية للطهو والغسيل ستكون كافية ليوم واحد. يأمل أرتورو بالبدء في بناء أبراج واركا على نطاق واسع خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعتمد على التمويل الجماعي لمواصلة تطوير المشروع. برج واركا هو أكثر من مشروع واحد من 100 مشروع في الاستوديو الخاص بي. إنه صرخة طلب لمساعدة العالم، ذلك كي نقول إن الوضع خطير وإن الناس يعانون. وبعيداً عن ذلك، نريد أن نفعل شيئاً ونستخدم إبداعنا لمساعدتهم قدر الإمكان. برج مبني بمواد محلية لا يكلف أكثر من 500 دولار، مبلغ زهيد جداً، ألا تظن ذلك؟ جيد جداً، عمل رائع. على الجانب الآخر من العالم، هناك مبادرات أخرى تتبلور وتتيح الوصول إلى مياه الشرب، لا سيما في البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية. الرجل الجالس على الشاحنة ليس سائحاً. جاء مايكل بريتشارد إلى الفلبين في نوفمبر الماضي بعدما دمر إعصار تايفون جزءاً من البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 6000 شخص وتدمير منازل أكثر من 4 ملايين شخص. أحضر معه اختراعاً رائعاً، ليست أجهزة إلكترونية فائقة التطور، فهي سهلة الاستخدام وتنقذ آلاف الأرواح، عبوة مياه تجعل المياه صالحة للشرب. قبل أن نسافر إلى الفلبين نتوجه إلى إنجلترا، حيث يقع مقر شركة مايكل. إنه المكان الذي تجمع فيه الزجاجات ومستوعبات الماء والخزانات التي يمكنها تنقية المياه. نحن هنا في إحدى منشآتنا الإنتاجية الكبيرة، حيث نصنع الزجاجات ومستوعبات الماء والمكعبات، وأيضاً لايف سيفر M1. هنا لدينا واحدة خرجت تواً من خط الإنتاج، كما ترون الخرطوشة هناك، ومن خلال الفتحات يمكنك رؤية الغشاء، تقلب الزجاجة وتفك القاعدة، وهنا حيث تضع المياه القذرة. الآن أحد المكونات الرئيسية التي تجعلها سهلة الاستخدام هي المضخة، وهذا يسمح لك بالضغط داخل الزجاجة، ما يدفع الماء عبر المرشح. تحتوي جميع منتجات لايف سيفر على هذا النوع من التكنولوجيا المدمجة فيها. لكن الجزء الأساسي من هذه الزجاجة هو هذا المرشح المبتكر، وعملية تصنيعه مسجلة ببراءة اختراع وسرية للغاية. هذه هي الأغشية الموجودة في الداخل. بشكل عام هي أغشية محبة للماء وذات ترشيح فائق، وهي من البلاستيك القابل لإعادة التدوير. في هذا الغشاء
توجد ثقوب صغيرة جدا، لكن يكمن السر في تصنيعها حقا. كيف تحصل على الاتساق؟ من السهل جدا وضع مسام واحدة، ولكن وضع مليارات من المسام يعد أمرا صعبا للغاية. يدفع ضغط زجاجة الماء عبر فتحات هذا الغشاء. يتم بعد ذلك ربط هذه العشرات من الخيوط معا، وهذا هو المكان الذي تمر فيه المياه المرشحة. يبلغ حجم أصغر فيروس، وهو فيروس شلل الأطفال، 25 نانومترا. سيقوم المرشح نفسه بمنع الجسيمات التي يبلغ قياسها 15 نانومترا، لذلك لا يمكن لمسببات الأمراض أن تمر. في بعض الأحيان يكون هناك تلوث كيميائي في الماء وتريد تقليل ذلك قدر الإمكان. يعد الكربون المنشط أمرا جيدا حقا للاستخدام، ولدينا منه في الزجاجة. هذا يركب هناك ثم يدخل داخل الزجاجة. هذا يزيل المعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية وما شابه ذلك. أحدث اختراع حتى الآن، المكعب. هناك تحسين دائم. إحدى المشكلات التي واجهتها بشكل خاص كانت الصنبورة لهذا المنتج. حين كنا نقوم بتجارب ميدانية، اكتشفنا أن العملية كانت قاسية جداً على الأطفال، لذلك أعدنا تصميمه. عدنا إلى لوحة التصميم، والآن حصلنا على منتج بسيط حقاً ويسهل على الأطفال استخدامه. شيء بسيط للغاية. تتساءل لماذا لم يفكر فيه أحد من قبل؟ اخترع مايكل هذه التكنولوجيا في العام 2007. أدرك خطورة الموقف قبل 9 سنوات عندما كان جالساً يراقب الدمار الذي سببته أمواج تسونامي في ديسمبر 2004. رأيت هذا الحدث الرهيب حين أجبر الناس على الفرار إلى التلال، وكان عليهم إما شرب المياه الملوثة وإما عدم شرب أي شيء على الإطلاق ومواجهة الموت. ويبدو أن أفضل ما يمكننا فعله هو إلقاء بضع زجاجات من الماء من مروحية، لذلك قررت أن أفعل شيئاً حيال ذلك. بعد 18 شهراً ومن دون تدريب علمي رسمي، ابتكر رجل الأعمال السابق هذه الزجاجة الأولى، وسيعرض الآن فعاليتها. كل عام يضطر مليارات الأشخاص حول العالم لشرب مياه ملوثة مثل هذه، ويموت الناس بسبب أمراض سببها شرب ماء كهذا. الكوليرا، الإسهال، والزحار هي أمراض يعانيها الأشخاص الذين يشربون المياه الملوثة كل يوم. في مختبره أعاد مايكل تهيئة الظروف التي قد تجدها بعد كارثة طقس. عندما تكون وسط إعصار يكون الماء سيئاً للغاية، لكنه لا يبدو هكذا، بل في الواقع أسوأ. لقد أخذت بعض العينات من قاع البركة، لذلك سنضيف هذا هناك أيضاً. بنينا تقنية لا تفشل. عندما لا يكون فعالاً يتم إيقاف تشغيل النظام، لذلك تحصل دائماً على مياه شرب معقمة أو لا شيء. تضع القاعدة وتقوم ببضع ضخات. هذا كل ما عليك فعله، بسيطة حقاً. ارفع الطرف ثم ارفع الشفاط، وهي مياه شرب نظيفة وآمنة ومعقمة أيضاً. بفضل هذه التكنولوجيا تنقذ آلاف الأرواح كل يوم. عندما أعود وأفكر في كل الأشياء العظيمة التي قمنا بها خلال السنوات 7 الماضية، نعم، إنه لأمر مرض للغاية أن ندرك أننا نساعد الناس كل يوم. الزجاجة لها عمر محدد، يمكنها ترشيح ما يصل إلى 6000 لتر، وسعرها نحو 120 يورو، لكن المنظمات الإنسانية تحصل على خصم كبير. يحتاجون إلى آلاف المستوعبات في حالة الطوارئ. إذا نحن داخل أحد مستودعات لايف سيفر. إذا كنت هنا قبل بضعة أسابيع فقد تم إفراغه تماماً بسبب الأزمة الأخيرة في الفلبين. خلال رحلته إلى هناك اكتشف مايكل دولة دمرتها رياح سرعتها 300 كيلومترا في الساعة. يعيش ملايين الأشخاص من دون طعام أو مياه شرب آمنة. أراد مايكل السفر إلى هناك لتقييم الوضع ومساعدة سكانها على استخدام أوعية الماء الخاصة به. ذهب كل شيء، لكن نجت الكنيسة. هؤلاء الناس مذهلون، يبتسمون رغم كل هذه الصدمة والمأساة. إنهم بحاجة ماسة إلى الماء وإلى المأوى. إنهم يعيدون بناء منازلهم التي دمرت بالكامل في 10 أيام. إنهم مذهلون حقاً. سافر مايكل إلى تاكلوبان، واحدة من أكثر المدن تضرراً من الإعصار. إنه يزور قرىً مختلفة منكوبة ليناقش مع السكان مكان وضع خزانات تنقية المياه حيث تلوثت آبارهم. من أين أتت؟ من هناك؟ أتت من هناك. حسناً،
حسناً. يمكنني رؤية هذا، تستخدمونها فقط في الغسيل أم ماذا؟ في الغسيل وطهوي الأرز. تطهون الأرز بهذا الماء؟ نعم. حقاً؟ نعم صحيح. هل أشرب؟ لا لا تشرب. لا؟ إنه ماء ملوث، لا تستطيع أن تشربه. حسناً، نريد أنا وأصدقائي أن نزورك في الغد. حسناً يا سيد. وستحصلين أنت وأطفالك على ماء نظيف. نعم. هل يمكن وضع المستوعب هنا؟ نعم بالتأكيد. هل أنت سعيدة بذلك؟ أجل سعيدة جداً. لتركيب الخزانات يحتاجون إلى مصدر مياه يمكن الوصول إليه وأرضية خرسانية، ثم يملأ الخزان بوساطة دلو أو مضخة يدوية. اليوم تم تركيب 2000 خزان حول العالم وتوزيع ما يقرب من 40,000 مستوعب مياه في ماليزيا وهايتي والهند وباكستان. في القرى المعزولة قليلة السكان أحضر لهم مايكل مستوعبات ماء صغيرة. تفضل. من أين تحصلين على المياه؟ من هناك. هناك؟ هل لا أريتني؟ هناك لا يوجد غيره. هل يصل هذا الطريق إلى النهر؟ أسهل من هنا. دعينا نذهب إلى النهر. حسنا. سأريك كيف يعمل. يمكن للمكعب أن يلبي احتياجات عائلة من 4 أفراد لثلاث سنوات. الأرواح التي يتم إنقاذها هي غالباً من الأطفال الصغار الذين هم الضحايا الرئيسيون للتسمم المائي، وحصيلة الضحايا نحو 2 مليون شخص سنوياً. إن مستوعبات الماء ثورة حقيقية لأنها تعمل من دون كهرباء، ويأمل مايكل بالقضاء على هذه المشكلة في حلول العام 2030 بهذه البادرة البسيطة. تفضل. هل هو جيد؟ أجل. حسناً. يغذي الماء محاصيلنا ويلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، إنه ضروري لبقائنا. يدرك الباحثون هذا الأمر وقد ألزموا أنفسهم بتوفيره بأي ثمن. وبفضل العمل الدؤوب لهؤلاء الرجال والنساء، فإن مبدعي الحياة والذين يكرسون حياتهم لتغيير الوضع القائم يمكنوننا من إعادة اكتشاف عالمنا وأن نصنع مستقبلاً أفضل له. إنهم صناع الغد.